اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. ريمونتادا الاسبوع ده هنتناول فيها ثلاث محاور او ثلاث قضايا تم اثارتهم على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، لكن فيهم اول قضيه تحديدا هي كانت تعقيب مهم جدا على قضيه اثرناها او طرحت على السوشيال ميديا والاعلام الكوبري بتاع ايهاب امين. الحقيقه بعض بيدجات الزمالك نزلت فيديو قديم جدا للاعب هيثم السعيد لاعب نادي الزمالك وهو بيعمل كوره محتاجين نشوفها ونرجع نعقب عليها. نشوف فيديو هيثم السعيد اللي بيدجات الزمالكاويه اعتبروه ان هي دي الاهانه الحقيقيه في كره السله. اللعب الجميل والخبره والفاست بريك لوحده خالص تحت الباسكت. ويقف هيثم السعيد وما يرضاش يحط الكره في الباسكت. هشام ابو سريع. هشام ابو سريع وهيثم السعيد، وانا مش عارف اللعب وقف ليه. و81 الزمالك 64، لكن هيثم بيشاور على الباسكت كده وبيقول ان هو يعني يقدر يحط الباسكت، لكن الصح ان هو يرجع بيها عشان يجمد زمن ال 30 ثانيه، وده من حقه ان هو يجمد زمن اللعب وما يلعبش على الباسكت. انا مش عارف هو الحكم حسبها ايه، لكن هنشوف الحكم حسبها ايه. 81 الزمالك 64 الاهلي، ومفتاح وكلمة السر النهاردة هشام ابو سريع العائد بقوة عشان يضفي على فريقه الروح المعنوية العالية والصلة بما هو قادم. الكابتن هيثم السعيد لاعب نادي الزمالك في مباراة الزمالك متفوق فيها في كرة السلة راح تحت الباسكت وشاور على الباسكت ورفض ان هو يسجل اي محاولة. انا طبعا المعلق بيقول كلام انا مستغربه جدا، لان الموضوع واضح جدا ان هو استهزاء لدرجة ان جماهير نادي الزمالك اصلا هدفت في المدرج فضيحة فضيحة. لكن ده ما استوقفنيش قوي قد ما استوقفني تصرف لعيب النادي الاهلي. لم يتعرض هيثم السعيد من لاي مضايقات من اي لاعب في النادي الاهلي، وكل لعيبة النادي الاهلي اتجهت للحكم لان ده استهزاء والمفروض في تكنيكال فاول. لكن لا راحوا لهيثم السعيد ولا تشاجروا مع لاعبي نادي الزمالك ولا حصل اي شيء شفناه في مباراه السله الاخيره خروج عن النص، لان لعيبه النادي الاهلي فاهمه كويس ادوارها وفاهمه كويس هي بتخاطب مين. ربما الكابتن هيثم السعيد اللي له طبعا ذكريات بعد كده معانا هيبقى يستعرضها فارس، ربما كان تاثير الاجواء، تاثير البيئه المحيطه، تاثير النشاه في اشياء كتير جدا، تاثير الفوز على النادي الاهلي وصلوا لمرحله خارجه عن الشعور وشعور فرحه، فوصلوا لمرحله الاستهزاء دي. مؤكد هو لو راجع نفسه يعني مش هيفرح ان هو عمل الحركه دي، لكن في النهايه تصرف لعيبه النادي الاهلي ايه؟ كان الانضباط والتعامل مع حكم المباراه، على عكس اللي حصل من كوره بقى مهاره ومفيش اي عقاب عليها لا قانوني ولا فني ولا اخلاقي حتى، عملها اللاعب ايهاب امين في مباراه تفوق فيها النادي الاهلي وحصلت ازمه كبيره جدا على ايهاب امين. الغريب ان بيدجات الزمالك تناولت الامر لو عايزين اهانه هي دي الاهانه الحقيقيه. احنا بالحقيقه قلنا من هنا احنا مش عايزين اهانه، احنا عايزين مهاره. احنا عايزين مهاره ومش دي الاهانه الحقيقيه، ولن نتحدث عن اهانات ولكننا هنتكلم عن حاجه تانية خالص. كابتن هيثم السعيد بعد ما اعتزل كرة السلة في نادي الزمالك ترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك وادته الجمعية العمومية ثقتها ونجح وأصبح عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك. لحد هنا حلو جدا، بس اللي مش حلو لجمهور الزمالك إن كابتن هيثم السعيد استقال من مجلس إدارة نادي الزمالك ولعب في النادي الأهلي بعد ما كان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رجع لاعب في النادي الاهلي. وشوف انت المفارقه ما بين لاعب في النادي الاهلي ومنصب عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، ولعب كابتن هيثم سعيد في نادي الاهلي وحقق معاه بطولات، وكمان بعد كده عمل بالنادي الاهلي كمقدم برامج في قناه النادي الاهلي، وكان له راي مميز جدا في مسيرته وتواجده خلال النادي الاهلي. هيفهمنا الفرق وهيفهمنا حاجات كتيره قوي. نطلع للفيديو ونسمع كابتن هيثم السعيد قال ايه. كابتن هيثم السعيد، انا اسالك سؤال، انت لقيت نفسك في النادي الاهلي؟ طبعا ما فيش شك، انا يعني ده ما فيهاش هزار، واللي خلاني اجدد تاني واقعد مع النادي الاهلي تاني، وحتى يعني
انا بقول لحضرتك ان انا يعني انا ما كنتش عايز اكتر من كده في حياتي بصراحه، مش عايز اكتر من ان انا اتعامل باحترام، مش عايز اكتر من ان انا يعني احس ان انا يعني لعيب و احس ان انت نجم. خلينا نتكلم بوضوح. والله ابدا، والله صدقني انا كان يكفيني ان انا اتعامل ان انا لاعب، والله العظيم يعني انا مش طالب كتير، انا كنت طالب ان انا اتعامل يعني بأبسط حاجه باحترام، او يعني لما حد يبقى في عندك مشكله حد يسمعك، لما يبقى عندك حاجه تقدر تتكلم مع حد. هي دي، هو ده الفرق. النادي الاهلي انا يعني بالظبط اللي انا عايشته في النادي الاهلي ثلاث سنين يتلخص كالتالي، ان انا راجل باجي اركن عربيتي قدام النادي، بخش اتمرن، اخرج اركب عربيتي امشي. هو ده بالظبط يتلخص في نادي الاهلي. دلوقتي ان انا ما كانش في ايدي حاجه، انا راجل اتعورت مع منتخب مصر في مباراه انجولا في ليبيا، ورجعت قعدت ست شهور في الجبس، يعني ما لحقتش العب. بس برضو ده ما خلانيش يعني ما حسيتش بالياس، بالعكس. وبامانه كل الناس في النادي الاهلي من اول الجهاز الفني للجهاز الطبي للنشاط الرياضي، ما فيش حد جه قال لي انت هتلعب امتى، ما حدش جه قال لي انت هيثم، انت جيت يا هيثم وبتاع واحنا مضيناك وكده وانت ما لعبتش ولا ماتش لغايه دلوقتي، ما حدش قال لي الكلمه دي خالص، ما حدش فتح الكلام ده خالص، ما حدش. اللعيب مصاب خلاص، خد وقتك وتعالج، حتى لو احنا لو انت جيت السنتين متعورهم ما لعبتش خلاص انتهى الموضوع، النادي الاهلي ملتزم معاك وانت ملتزم معانا وانتهى الموضوع. كابتن هيثم السعيد في الفيديو ده يا جماعه بيدي دروس، بيتكلم عن الاحترافيه وعن المؤسسيه داخل النادي الاهلي وعن حاجات كتير جدا اتعلمها في النادي الاهلي ما اتعلمهاش في مكان تاني، حاجات كتيره جدا عرفها في النادي الاهلي ما عرفهاش في مكان تاني. رساله كبيره جدا ان اليوم في النادي الاهلي بسنين في اماكن تانيه. ده كابتن هيثم السعيد اللي شفتوه في لقطه كان بيتباهى بيها جمهور الزمالك. ده انا عايز اقول لك حاجه، اللقاء ده كان في 2012، وهو قال في وسط اللقاء ده ان لما اتصاب ست شهور النادي الاهلي فشل في اول بطوله دوري، فبدا يتعرض لانتقادات كتير، وقالوا له نصيا ان هو قال كده اشرب بقى، يعني جماهير الزمالك قالت له اشرب بقى. الغريب ان جماهير الزمالك تقول اشرب بقى كان غايب عنها اصلا بطولات السله من 2007، يعني بقى لها خمس سنين ما بتحققش بطولات سله الى ان حققت البطوله الدوري الاخيره، يعني تقريبا 12 سنه بدون بطوله، لكن بعد خمس سنين بيقولوا اللاعب عندهم اشرب بقى. الحقيقه اللاعب اللي اشرب بقى ده بعد ما خف من اصابته ورجع لعب مع النادي الاهلي حقق مسابقه كاس مصر او بطوله كاس مصر في نفس الموسم، وحقق بطوله الدوري 2012، وحقق بطولات مع النادي الاهلي، وكمان فضل مستمر يا فارس على تقديره للنادي الاهلي واحترامه للنادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي. لما جه لعب هنا يمكن لو تابعت التويتر او الفيسبوك عنده كان لسه منزل شعار النادي الاهلي، وخرج كلاعب انتقل للقناه، خرج من القناه وبعيد تماما، ما سمعناش اي تصريح، لا تصريح في شذوذ فكري او تصريح في انا يعني او تصريح في خروج عن النص او تصريح متغيرات زي ما لعيبه اخرى كتير جدا مشت نفس زي المسيره ما لعيبه اخرى وكانت تصريحات مختلفه تماما. بمناسبه التصريحات